طب خلينا ناخد برضو مداخله مهمه جدا، ومداخله يعني من اللاعبات المؤثره سواء في الروح او المستوى. جنه مصطفى، ازيك يا جنه؟ الو. ايوه بقى، ايوه كده، لان احنا الحقيقه ما ينفعش نحتفل وانت مش معانا يا جنه. لا معاك دينا وسرايا دول كفايه. لا بس يعني روحك موجوده، والهزار والضحك، والف مليون مبروك يا جنه. الله يبارك في حضرتك، ومبروك يعني لسرايا ولدينا وللفرقه كلها بجد، يعني هم تعبنا قوي، وبجد يعني لعبوا حلو قوي امبارح، كلنا لعبنا حلو، والحمد لله يعني على ده، وان شاء الله نقدم احسن من كده كمان. طب جالنا يمكن الاداء امبارح كان كويس، يعني مش بس مكسب الحمد لله، لا المكسب بالاداء بيبقى ليه طعم تاني. يمكن شكلكم كان في الملعب ما شاء الله امبارح حلو حلو بجد، يعني شكلكم كان رائع امبارح. يعني هل ده كنتوا متوقعينه يا جنه، ولا كنتوا حاسين الماتش ممكن يمشي اكوال؟ لا والله احنا يعني بنتغير، احنا لسه فرقه جديده، فاحنا عقبال يعني باي ديزاين هتلاقي ان احنا الدنيا بقت احسن معانا، بناخد على بعض اكتر، بقى لنا حبه بنتمرن حلو جدا. يعني احنا بنحاول نستعد على قد ما نقدر السيزون ده نبقى بشكل تاني، زي ما سوريا كانت لسه بتقول احنا ال 12 لعيب، ويمكن مش 12 بس، احنا 15 لعيب في الفرقه كلنا كويسين، فكلنا مع بعض بنكمل بعض، وده فعلا الحقيقه، واعتقد ان ده هيبان في الماتشات يعني. صحيح كان باين امبارح، صحيح كان باين، وخلي بالك برضو ده مؤشر للي جاي يا جنه، يعني بتهيألي برضو انتوا يعني، وانت طبعا يعني من اكتر اللاعبات روحا وعندك سبيريت عالي جدا، يمكن اللي جاي برضو لسه تقيل، خلي بالك يعني اللي فات يعني زي ما بيقولوا حماده، واللي جاي حماده تاني خالص. دي حقيقة، دي حقيقة، بس يعني احنا معانا سوريا ودينا دول كفاية يعني خلاص. سلام يا جنة. يا عيني. ايوه كده، ايوه كده يا جنة طبعا. على التثبيت. يا كليوباترا. يا جيجي. هم خلاص اتثبتوا كده في الاستوديو خلاص. انت كده بقى قولي اللي انت عايزاه بقى، انتقدي زي ما انت عايزه بعد كده يا جنة بقى خلاص. طب قولي لي يعني يمكن في كواليس كده برضو يا جنة، وانت برضو الامر ما يخلاش عندك، اكيد عندك كواليس كتيرة، قولي لي كواليس كده مضحكة حصلت قبل الماتش. مضحكة قبل الماتش؟ جنة كان عندها امتحان أصلا. جنة كان عندها امتحان اسباني. ده مضحك، ده كوميديا سوداء دي. ما حضرتش معانا اجتماع وما كانتش معانا، يعني دي كل حاجة. يعني أنت أصلا يا جنة ما حضرتيش الاجتماع أصلا؟ للأسف. كان عندك امتحان؟ طب ما دي امتحان اسباني بقى، وتبعت فويس نوتس لأصحابها بالاسباني، وعمالين بقى هي أصلا مش فاهمة، وعمالة ترزع بقى بالاسباني. طب جنة قولي لي كده ألف مبروك بالاسباني طيب. لا طبعا اكيد ما تعرفش، هترد عليك طبعا. ايه ده؟ قولي لي حاجه اسباني دلوقتي واحنا على الهوا. بوينوس دياس. طب يعني ايه؟ طبعا عشان الناس تعرف. يعني صباح الخير. لا احنا يعني يا جنه، احنا بالليل يا جنه، قولي لي مساء الخير. طب بالليل. طب بوينوس تاردس. طب شفتي طب والله العظيم يعني. طب ما دي الكوميديا كلها يا جنه اللي انت بتقوليها دي ما شاء الله، يعني انت كنت عندك امتحان ورجعتي على المباراه ولعبتي كويس، طب ما دي كوميديا كلها دي، كل ده كوميديا. لا والله والله بجد يعني احنا كنا مركزين قوي، يعني يمكن الحاجات كانت قليله ان احنا بنهزر وكده، لان احنا بجد السيزون ده عايزين نعمل حاجه مختلفه ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله. جنة يعني مصطفى طبعا انا عايز اقول لك ان انت ليكي حتى دويتو مع جمهور الاهلي. دي اهم حاجه. صحيح. طيب عشان الجمهور. روحك جميله جدا جنة مصطفى، طبعا لاعبه الفريق، بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى ليك كل التوفيق الحقيقه. جنة من اللاعبات اللي حس عامله جو كده. دي حقيقة.